أنا أبو كريم العلاف، مقيم بمدينة القاهرة الكبرى الجيزة، وأنا فاتح ميكانيكي توك توك. والتوك توك ده عبارة عن وسيلة نقل خفيفة منقولة أساسا من الهند، وشرق آسيا كله بيستعملها، وإحنا هنا استحدثناها هنا في مصر على أساس بتسهل النقل. المناطق هنا يعني منطقة زي فيصل كده، في شارع يبقى بيكون شارع طويل، في شوارع جانبية بس بيكون طويلة جدا، فالتوك توك في الحالة دي بيسهل الركوبة للناس الكبار، للطلبة، لأي حد، فبيختصر المسافة وبيخلي الناس تروح وظائفها بدري. أنا خلصت الجيش بتاعي وجالي عقد عمل، فروحت السعودية في كافتيريا عادي كاشير. كان في شركة يونانية بتشتغل جنبينا، حصل إن أنا اتنقلت للشركة ديت واشتغلت معاهم جرسون. اتعلمت مساعد طباخ، بقيت شيف كوك، سافرت ورحت اليونان واشتغلت في الشركة اليونانية ديت وبقيت طباخ. أنا قعدت أكتر من 13 14 سنة هناك، فكانت مدة كافية إن أنا يعني أعمل ستوب وارجع بلدي على اساس يعني استقر. وكان قدامي ان انا اعمل كذا مشروع ان انا اشتغل فيهم، فلقيت ان المشروع اللي هو بدا يشتغل قدام بيتي او قدام شارع بتاعي هو التوك توك. ابو كريم لما فكر يفتح المحلات تحت التوك توك، انا يعني ما كنتش متضايقه ولا حاجه، بالعكس انا شجعته وقفت جنبه، وانا ما كنتش محرجه ولا مكسوفه ابدا، لاني كان نفسي نعمل اي حاجه وتمشي وان يطلع علينا مصدر رزق، ما همنيش بقى الناس. كان هيبقى صعب ان انا افتح محل مطعم يوناني يعني، وانا عندي المحلات بتاعتي تحت البيت، فلازم استغلها ان انا افتح قطع غيار توك توك، لان منطقه شعبيه ما كانتش هتناسب يعني. فدي كانت عمليه سهله بالنسبه لي وهتوفر لي، فبدل ما احط الفلوس في قلب العين، لا انا الفلوس اللي معايا حطيتها في العين بتاعتي واستثمرت الاستثمار الصح. يعني هو ما كانش اختياري انا، ده اختيار زي ما تقول الواقع، ده اللي اتوجد في قلب الشارع بتاعي. المنطقه بتاعتنا منطقه جديده وما كانش فيها وسيله نقل، فكان افضل حاجه يعني التوك توك، شكله ظريف، قطع غيارها متوفره بسيطه، يعني عمليه النقل في حد ذاتها ب 50 قرش بتنجز. لكن هي بالفعل لعبة صغيرة، بدليل انت لو ركبت التوك توك بتحس ان انت راكب يعني كأنك راح تتفسح. جاري هنا الاخ وليد، يعني زي كريم ابني بالظبط، بدانا ان احنا نفكر على اساس المشروع شغال في مناطق تانية، فقلنا نستغله في المكان اللي احنا فيه، وهو الراجل عنده مبادئ الميكانيكا وبقى ميكانيكي زي الفل دلوقتي، اكتسبت منهم الخبره وهم اكتسبوا مني الاداره، فبدات المشروع يكبر، لان مركزين ان احنا نخدم الناس اولا واخيرا. انا اتعلمت شغلانه من سواقه التوك توك نفسها، بدات ان انا اروح لميكانيكي والميكانيكي يصلح لي شغل، والشغل يطلع وحش ويطلع بايظ، بدات هنا وهنا 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 لحد ما بدات اتمرس داخل الشغلانه نفسها، وبدات افهم كل حاجه فيها. ابو كريم اول ما جه من السفر كان عنده المحل هنا فاضي، فعرضت عليه الفكره، قلت له ابو كريم هنا الشارع بدا يشال فيه تكاتك كتير، وبدات العمليه تبقى حلوه، والتوك توك يعني مستقبلا عمال يزيد يوم بعد يوم، وبدات اعلمه بقى ازاي يحل وازاي يركب وازاي يظبط تقسيمه المكنه وازاي يحل الموتور وازاي يربط المسامير. الحمد لله يعني بيجي لنا ما يتراوح من 15 ل 20 توك توك كل يوم. يا ابني اصبر يا ابني.
عندي اولادي كلهم خارجين جامعات الحمد لله وبيشتغلوا، بس بيجوا في فترة المساء مثلا انا بستريح شوية، هم بيقعدوا معايا في قلب المحل وبيمارسوا نفس العمل. هم سعداء ان احنا كلنا بنساعد بعضينا في الشغل، معتزين قوي بالشغلانة. حكاية الشهادة الكبيرة دي ما بقتش زي الاول، يعني شايف دلوقتي معظم كله معاه ليسانس وبكالوريوس ومش لاقي اي شغلانة اصلا. بالنسبة للنقلة ان الواحد يبقى شيف كوك وبعد يخش كده في شغل الميكانيكا، يعني ما فيش قرب بين المهنتين، لكن هو البني ادم عموما لازم اذا اتحط في اي موقف او اي شغل جديد يكون يعني ايه مش تحدي، يعني لا هو يكون ايه متجانس او يتاقلم مع الشغل الجديد اللي هو اتواجد فيه، بحيث ان كل حاجه تبقى ايه. ايوه بص عليها لو كده عايز تتغير مع ايه. الناس متفاهمه هنا في مصر ان اي واحد بيشتغل شغلانه شريفه وفي بيتك وفي بمالك ما فيهاش اي عقد يعني او اي خلفيه او اي معايره، يعني هي شغله خلتني ان انا ما احتاجش لاي حد. ولما بدات بيها او بمعنى اصح لو رجعنا للخلفيه بالنسبه للشهاده اللي انا خدتها، الشهاده اذا كانت هتوصلك لشغلانه معينه ماشي اوكي، لكن اذا كانت الشهاده ما فيش اي فرصه عمل ليها دلوقتي يبقى ندور على البديل. ايه هو البديل اللي قدامنا؟ انا بالنسبه ليا كان موجود التوك توك تاكسي الفقراء.